طيب الآن ينتقل إلى مبحث وهو أيضا هل يجوز للصغير أن يفتي ويوجد الكبير؟ هل يجوز لطالب العلم أن يفتي ويوجد عالم في المجلس؟ نستمع إلى رقم 71 و700. نعم. قال عن يحيى ابن عمرو ويحيى ابن أيوب قال أخبرنا يحيى ابن عبد الله بن بكير. وين رايح؟ عن 71 و700. عن زيد بن ثابت قال فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال له زيد أفته يا حجاج. إذا انتبهين أنتوا الآن، يوجد في المجلس صحابي جليل وهو من؟ زيد بن ثابت. زيد ابن ثابت صحابي جليل، فجاء شخص من اليمن يريد أن يسأل سؤالا لهذا الفقيه الصحابي الفقيه زيد بن ثابت، فبعدما سأل السؤال لم يجب زيد بن ثابت على السؤال وإنما وكل آخر بالإجابة. من وكل؟ حجاج. مش الحجاج بن يوسف الثقفي تفكر؟ لا، هذا حجاج بن عمرو بن غزية، فكلفه بالإجابة. كلفه إيش؟ بالإجابة. إذن هذا أسلوب العلماء مع تلاميذهم، أنه يجعله يجيب على السؤال أمامه. طب ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ واحد، تدريب للطالب. نعم، يجعل الدربة عند الطالب لكي يجيب على الأسئلة. اثنين، اختبر علم الطالب، يقدم الملاحظات والفوائد و الأشياء المفيدة لهذا الطالب في الفتوى، وليس اختبارا وإنما هو تزديد. ثلاث، يرفع مكانته. نعم، يبين أنه لابد أن تعرفوا أني سأموت، سأسافر، سأنتقل، فلا بد أن ترجعوا إلى غيري من الآن تهيئوا أنفسكم. هذا شيء مهم بين يدي العلماء، فالعالم ينبغي له أن يجلس وبعد ذلك ينظر من خاصة الطلبة الذين عنده فيقول لهم أجيبوا على سؤال السائل. وبفضل الله طبقنا هذا مرارا وتكرارا، وخصوصا في رحلات العمرة، فعندما كنا نخرج إلى العمرة كنت أوكل من في الحافلة من يجيب على أو يتكلم بكلمة أمامي للجالسين، ثم أوكل أحدهم أن يعطي درسا فقهيا ويسأل أسئلة، وأنا يعني أكون موجودا أحاول أن أسدد وأقارب. لا أزكي نفسي، ولكن أحببنا أن نتشبه بالسلف في ذلك. فإذا إخواني في الله، تنبهوا إلى أن هذه سنة، وهي سنة السلف الصالح، أن الطالب يجيب بين يدي شيخه، يوكله بالإجابة والشيخ موجود، فبالتالي فيها فوائد كثيرة جدا. وأنتم ذكرتم ثلاثة وفيها رابع وخامس، لكننا لو ضبطنا هذه الثلاثة
لكفانا ذلك.